ليلة الذكرى لمرور عام مضى على الفقيد الراحل المرحوم الحاج عبد الله حسين أبو جلة، تغمده الله برحمات وأسكنه فسيح جنات. وقارئي هذه الليلة من كبار القراء لا على مستوى جمهورية مصر فحسب، بل على مستوى العالم الإسلامي، يكتفى بأن يقال الشيخ مصطفى إسماعيل. وهنا تأتي المعاني متواردة لتنضم إلى بعضها لتأخذ بهذا الاسم أي مأخذ، فإذا به المحكم المرتل القارئ الشهير من عرفه العالم أجمع بأنه القارئ الحق. وكلكم يعرف من هو الشيخ عبد الراضي، إنه ابن هذا الإقليم، إنه القارئ المرتل، إنه الأمين لكتاب الله. فإلى كتاب الله من قارئنا الشيخ عبد الراضي فليتفضل مشكورا. أيها السادة، لقد همس في أذني الشيخ عبد الراضي قائلا أنه سوف يتنازل عن بعض الوقت في القراءة حتى يفسح المجال للسادة الضيوف المقرئين القادمين من القاهرة. والآن مع القرآن الكريم والشيخ عبد الراضي فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. تحيتهم فيها سلام. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها بإذن ربهم. تحيتهم فيها سلام.
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي عقلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وَلِلْعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا
وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الشمس والقمر دائبين
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إني أسكنت من ذريتي بغير
عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم الحمد لله الذي وهبني على الكبر الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم.